نروح الملف اللي بعده، هو اجتماع ما بين امير مرتضى منصور ما بين اللاعب التونسي او الدولي التونسي سيف الدين الجزيري. كنت يعني اشرت مع حضرتك انه في عرض قطري جاي للاعب سيف الدين الجزيري تصل قيمته ل 5 مليون دولار. بالفعل العرض صحيح والعرض رسمي وصل لنادي الزمالك، والزمالك ابدى موافقه انه يبدا المفاوضات مع في العقد في التفاوض يعني على بيع اللاعب. النهارده حصل اجتماع ما بين امير مرتضى منصور وما بين سيف الدين الجزيري. كان في احواه يعني اللي عرفناه من مصادرنا انه امير مرتضى منصور طالب اللاعب بالتركيز في المباراتين الجايين دول، وقال بعد المباراتين دول هنقعد مع مسؤولين النادي القطري وهنبدا المفاوضات، واحنا ما عندناش مشكله خالص ورحيلك حتى لو كنا بنعاني من ازمه القيد. لا احنا ما عندناش مشكله يا سيف، العب معانا الماتشين دول بشكل كويس، محتاجين نفوز في المباراتين دول عشان نفضل موجودين في المنافسه. كمان في سيف الدين جزيري قال انا ما عنديش مشكله، حتى لو قلت لي اقعد انا هقعد، انا ملتزم بعقدي، لكن انا جبت لك العرض. ولما جه العرض على طول، وبالفعل ده حصل في عبد الناصر، لما جه العرض على طول لسيف الدين الجزيري اللاعب كلم الاداره هنا وكلم امير مرتضى منصور، وهم قالوا له ما فيش مشكله، هم اصلا محتاجين فلوس. وده اللي حصل بالظبط في القعده ما بينه وما بين امير مرتضى منصور.